ضيفتنا هلا مشاهدينا ممثله بارعه شفناها بسلسله من الاعمال الناجحه، حاليا عم نشوفها بالمسلسل الكوميدي حبيب ميرا وقبلها حلوه وكذابه، حلو الغرام، غنوجه بيا، وكمان كان لها تجربه بتقديم البرامج، ادوار مختلفه وما بتشبه بعضها، ولكن بتصور الاحب على قلبها هو دور الام اللي ما بده لا تحضير ولا تمثيل لانه هو بينبع من القلب. برحب بالممثله رانيا عيسى، اهلا وسهلا فيكي رانيا. اهلا فيك، كيف صحتك؟ الحمد لله انا منيحه، ينعاد عليكي. وعليك، ثانك يو. والله يخلي لك اولادك، انت ام لولدين ويمكن هيدا اللي كثار منا ما بيعرفوه، عندك انزو عمره 4 سنين ونص وكمان افي عمره 2 سنين ونص. صحيح. نحن بنعرفك كممثله بارعه، شفناكي بسلسله من الاعمال الناجحه، ولكن ما بنعرف الناحيه الخاصه او ناحيه الامومه من رانيا عيسى. اليوم بدنا نتعرف اكثر على هالوجه وعلى عائلتك كمان. رانيا، وسط كل الادوار اللي اديتيها لغايه اليوم، دور الامومه كان الاصعب بحياتك لغايه اليوم؟ يعني في كثير ناس هلا بشوفوني بيقولوا لي انه مش عارفين انك مجوزه وعندك اولاد كمان، قلت لهم طب انه قال ما مبينه عندك اولاد، قلت لهم طب كيف يبين انه عندي اولاد مثلا بينزل دم من وجه مثلا انه كيف يبين؟ دور الامومه طبعا هو اصعب دور بالحياه، لانه بدك ترافقي للاولاد، يعني بتبلش المرحله من مرحله الحمل يعني. نعم. بعدين تبي عم تجي المرحله اللي بعدها، مرحله الولاده، كيف بترافق الولد من هو صغير، لانه انا بعتبر انه اول سنه هي اهم سنه من عمر الطفل. صح. لانه بيكون مثل الاسفنجه، يعني بيمتص كل المعلومات يلي بتقدمي له اياها لحتى تغذي له تطور عقله ونموه. يمكن كل الادوار اللي اديتيها لغايه اليوم رانيا بتقدري تتحضري لها، ولكن دور الامومه لانه هالقد دور حقيقي وكل امراه بتختبره على طريقتها الخاصه، ما في طريقه حتى تتحضري له. حضرتك تزوجتي من حوالي 5 سنين ونص. صحيح. وبسرعة اكتشفتي انك حامل بانزو. ضليت ساعتين ابكي بالكلينيك، يعني قلت له الحكيم اللي بيشوفني بفكرني انا من صاحبه مش من جوزي، يعني ساعتين ابكي لانه ما كان بدي، يعني بفهم انك ما كنتي مخططه انك تحبلي بسرعه. لانه صراحه يعني جوزت انا بسرعه، يعني بظرف 5 اشهر زوجي عايش بامريكا، اجى على لبنان تعرفنا، راح 10 ايام رجع، اجى قال لي بدنا نخطب، راح رجع، رجعت. الامور صارت كثير بسرعه، كثير بسرعه. تزوجت مدني بفيغاس بطريقه كثير مهضومه، درايف ثرو قلتي لي بمدينه لاس فيغاس. ايه يعني ما بعرف اذا صايره قبل هون. بلشنا نشوف صور لك ولاولادك، بتجنن هالصوره رانيا. ثانك يو. كنتي مقرره انه تكملي تمثيل لما تزوجتي؟ زوجي منه ما عنده هالعقدة انه وقف انا تمثيل، بس عشرت انه هالشي تمثيل دومين شغلي ما يأثر على ولادي والاستقرار وعلى عائلتي وما يكون في تقصير ابدا. سو انا بجرب اعمل بالانس بيناتهم. رحت زيارة على امريكا لحتى اتعرف على اهله. هو بعده عايش هونيك هلا؟ لا هلا حرم، خربت له بيته، خربتي له بيته على لبنان، جبتيه على لبنان. شوفي الحب والعائله والاولاد شو بيعملوا، حلو كثير. فاذا هالمرحله كانت كثير صعبه عليكي رانيا، لانه ما لحقتي تعودتي على الحياه الزوجيه. صحيح. فجاه لقيتي حالك عم تتحضري للامومه، يعني صعب كان، يعني ما عشت كثير الحياه الزوجيه. اول سنه كنت كمان حسيتي حالك انحرمتي، ما تدللتي وتغنجتي مثل ما لازم. أبدا. يعني كيف بتصير المرأة لما تولد بروح كل عاطفتها وغرامها للولد؟ أنا صار معي العكس، يعني جوزي راح كل عاطفته وغرامه لأنزو، قل له طب وأنا؟ يقول لي أنه معقول عم بتغاري منه؟ قل له مش قصة غيره، بس ما حسيت حالي اتدللت إناف كعروس، يعني ما أخذت عزة، لأنه نحن ما عاشرنا بعض أو ما بقينا فترة طويلة مع بعض ودغري تجوزنا. نعم. كملتي تمثيل أنت وحامل أو كمان أخذتي قرار أنه توقفي خلال هالفترة؟ مش قصة أخذت قرار، يعني صراحة بس عرفوني أني حامل، المنتجين ما بيعرضوا علي أدوار، بس أحبلت بمسلسل عصر الحريم بآخره، كنت عم صور وقتها أول مرة اكتشفت حالي حبلة. وولدت بأمريكا، كانت صعبة أنه يمكن أمي منا حدة، أنه زوجي اضطر يترك شغله يمكن ليساعدني، سلفتي هونيك ساعدتني شوي، كوني ما عندي اكسبيرينس، كنت أنا وبالتينيجر كنت ساعد جيراننا أولاد جيراننا، ساعدهم طعميهم غيرهم. يعني ممثلة بلشت تشقي طريقك بعالم التمثيل بخطوات ثابتة، لأنه شفناك بعدة أعمال ناجحة، فجأة لقيتي حالك ببلد جديد عليك، مزوجة وحامل. الزواج كان جديد، الأمومة كانت جديدة، البلد كان جديد،
كل شيء جديد كان عليها. ومع هيدا كله أصريتي إنه تكملي، يعني ما استسلمتي بأي من هالنواحي، إن كانت الناحية الشخصية أو العائلية أو حتى المهنية، قررتي يعني تتحدي ظروفك وتتحققي حالك من كل هالنواحي. وزوجة أول ما وصلت وقتها كنت حبلي، هداني بوك اسمه بيبيز فيرست يير، قال لي بدك تقريه، هو شي 2000 صفحة. What to expect when you're expecting، هذا أشهر كتاب بتصور بأمريكا. بيبيز فيرست يير، إنه هو شو لازم تتحضري. والمراحل التحضيرية، مراحل الحمل وما بعد الولادة. قريت لي 700 صفحة جبرني فيه يعني كان. وكنا نضلنا نتخانق أول سنة على البيبي يعني. ليه؟ بدك تحفظيه قبل ما ياكل وبعد ما ياكل. ظاهر هو قرا الكتاب قبلك رانيا. هو كثير عم بيعمل لك امتحان، لانه كثير بيكي. فتعذبت شوي اول سنه وخاصه لوحده، بس انه مش الحال يعني. بتصور الام سبحان الله، هذا شعور يمكن رباني، بس تصير الام الله بيعطيها قوه تعرف كيف تتفاعل وتتعامل مع الولد. حياتك المهنيه كيف تاثرت من بعد ما اصبحتي ام؟ تأثرت انه في تضحيه، لانه في شيء على حساب شيء، ما فيك تحصلي على كل شيء بدك اياه بالحياه. يعني هل كان في ادوار رانيا تقدمت لك وما قدرتي تاخديها لانه كان عندك مسؤوليات تجاه عائلتك وبيتك؟ هلا قبل مثلا كان في انا الشغل عملين مسلسلين بنفس الوقت، هلا ما بقدر بقى اعملها لانه بصير بدي اغيب. هون ما كان عندك اولاد؟ هون قبل ما تتزوجي عملتي مسلسلين بنفس الوقت؟ كنت اشتغل دوبلاج ومسرح واذاعه وتلفزيون وسمتايمز تقديم، كنت اشتغل كثير يعني، كنت على طول فول تايم، كنت هارد وركر. هلا ما بقى فيه يعني، باخذ مسلسل ورا مسلسل كرمال اقدر الحق على الاولاد لانه يعني هون تنظيم الوقت اساسي لك حتى تقدري تحاولي تعدلي بين الناحيتين المهنيه والبيت. طبعا مثلا صيفيه الماضي قررت انه ما اخذ انا شغل كرمال اتفرغ للاولاد يعني يكون معهم بالاكتيفيتيز. نعم. بدنا نتعرف اكثر على عائلتك وعلى اولادك رانيا، وكمان نحكي شوي عن اعمالك الجديده واللي شفناك فيها، ولكن بعد ما نتوقف للحظات. امي الله يعافيكي، صحه وقوه يعافيكي، بكره لما بصير كبير ان شاء الله اقدر كافيكي، بكره لما بصير كبير حياتي انزو. في احلى من هيك معايده رانيا؟ لا والله، هيدي تاني غنيه بغني لي اياها، علموا اياها بالمدرسه. ابني فات على المدرسه ما بيعرف يحكي ولا كلمه عربي، اليوم عن جد صار بلبل بالعربي، طلع وكتير باللغه العربيه. الله يخلي لك يا رانيا. بنعرف انه كثير بتعتلي همهم، ودائما خلال التصوير بتتوقفي عده مرات تتلفني تطمني عنهم وتسالي عنهم، هالقلق اللي بتعيشيه خلال التصوير بيأثر على ادائك وعلى تركيزك؟ هلا مش منه هو قلق مرضي يعني، انه بس ما في، اذا بكون عم صور يعني بدي استغل كل الوقت بعد الظهر، تلفن اكله شو عم يعملوا، لون درس اخذ الدواء نام تحمم، ما في يعني هيدا شعور ما في اوصفه يعني، بدي ضل هيدي غريزه الام. مع انه بكونوا مع والدتي يعني اكيد لازم يكون راسي مرتاح، بس ما في ما تلفن كل شوي او احكيهم او اسمع صوتهم. لما بكون عندك شغل وشغل كثير لساعات طويله بتخليهم مع الماما؟ بتجي الماما لعندي تقعد معهم؟ يعني بحلوه وكذابه كنت غبت مره جمعه على البيت، من الاثنين للجمعه عندنا بلوك بيتنا، مجبورين من الصبح من الساعه 6 7 للساعه 10 ما شفتيهم خلال هالاسبوع؟ لا شوفهم هن ونايمين يعني. لان او الصبح يقوم على المدرسه وارجع انا اروح من وراء، اتضايقت حسيت حالي عم قصر او بعيده عنهم. ولكن لولا الماما كانت موجوده كنت بتقدري تشتغلي على راحتك رانيا؟ ما بفتكر. هاي لوحدها قد ايه قيمتها كبيره؟ ما بفتكر. بدها تحيه لوالدي. ايه طبعا وجه لها اكبر تحيه يعني، وان شاء الله اقدر كافيكي مثل ما ابني قال لي كمان انا بقول لها، لانه الام عن جد اعظم مخلوق خلقه الله يعني، لولاها كثير اشياء ما بقدر اعملهم. ما في اطبخ كبه، ما في اعمل كرتون. عرفتي الاكل ما بيكون جاهز. رانيا برايك المراه العامله شو ما كانت مهنتها بتقدر توفق بين مهنتها وبين مسؤولياتها بالبيت؟ هلا انا باعتدال في تقصير بناحيه معينه. هلا انا اللي بحبه بشغلي انه انا ماني موظفه يعني، مش كل يوم مجبوره اروح بهالوقت يعني. بتقدري يعني تختاري اعمالك نوعا ما؟
لا غير الاختيار، لانه بس نحط الاوردر ما فيك تختاري، مجبوره تروحي تصوري على الاوردر. لا تختاري اذا بدك تعملي هالمسلسل ام لا، يعني منك مجبره انه تعملي اي عمل. انا اذا اوردراتي كلهم ليله في شوف، اذا اوردراتي كلهم نهار بقدر بعرف قد ايه كميه الوقت يلي بدي غيبه. بس بقصد انا انه يمكن بنزرك 3 4 ايام او جمعه بس، مش كل المسلسل خلال 4 5 اشهر رح انزرك، يعني يمكن اقعد جمعتين انا ما عندي شيء. نعم يعني هو موقت، يعني هذا عيد الوقت للاولاد، الوقت فري. ايه طبعا. بتحسي حالك اوقات مقصره تجاه الاولاد او مقصره تجاه مهنتك؟ تجاه المهنه ممكن قلت لك، لانه في تضحيه بمطرح معين. يعني يمكن انا هلا ما في سافر مثلا، بيجيني اوبورتونيتي مسلسل على الدول العربيه، انا يمكن ما في سافر واترك البيت 3 4 اشهر، حتى لو سافرت وابقى طول كل جمعه مره او كل جمعتين، ما في هون انا اروح واتركهم كرمال اشتغل هيدا المسلسل. يعني هون قد ما كان طموحك كبير، بترجع المراه او الام بينها وبين حالها لاولوياتها بالحياه. انا ما في اعملها، يمكن غير حدا بيقدر يعملها. نعم. بس انا ما لي قلب اتركهم. يعني رحت فاكيشن على امريكا، اخذت الصبي جمعتين، بقيت البنت هون، ما انبسطت ابدا. نعم. يعني قلت ما بعيده، ما بعرف يعني شيء مني ضل معلق بلبنان. اكيد بفهمك رانيا، وكلنا مرئين بهالشعور. قبل شوي شفنا انزو عم بغني عم بقدم لك تحيه، وهلا صار دور ابي تنشوفها شو بدها تقدم لك. امور شادي لبلبه نازه، امور شادي لبلبه نازه، امور شوي لفت، امور شوي لفت، امور شادي Amam de vitu, je t'aime maman. Amam de vitu, je t'aime maman. Amam, joyeux fête. يعني بالصعوبة أخذت مني هيدا امبارح صورتها، قلت لها يلا ماما غني، ما بدها، قلت لها بعطيك الشوكولا، بتموت بالشوكولا، وفجأة كانت عفوية يعني وصورتها. يعني مش بس بغنوا إنما كمان بعدة لغات، أنزو بالعربي وأبي بالفرنسي قدمت لك. بقولوا رانيا إنه الولد يعني دايما بياخد الأولوية عند الأم، والولد الأول دايما بياخد الاهتمام الأكبر عند الأم، هالشي صحيح عندك؟ يعني بين أنزو وأبي، أنزو أخذ اهتمام كثير صحيح منك. ما بعرف اذا ثاقبت او هو فعلا هيك، انه الولد الاول بياخد البارتي الاهم يمكن. بس بانزو قضيت، كنت مقضيه وقت اكثر بامريكا، كنت عايشه هونيك اكثر، ف يعني كان كل همي واهتمامي هو. يعني من عمر الشهرين كنت افتح كتاب وفرجيه الالوان والشيبس وكذا. وجوزي كمان كثير اشتغل مع انزو، يعني على طول كان يجيب له بروجرامات ادوكاتيف، كان كثير واعي واكبر من عمره، كان على السنة وشهرين يتلفن لبيه على أمريكا، على السنتين ونص الوي كلها بيعرف يلعب. هلا أنا بيسألني بيقول لي ماما هيلب مي، بيقول له ما بعرف أنا. كان كتير فتح منفتح وكان كتير ذكي. هلا نحن طبعا الأهل عطشوا يعني للولد وفي الباز يعني. أنزو كتير واعي مثل ما قلتي وكتير ذكي، ولكن كيف علاقته مع أبي؟ بحس إنه في شوية غيرة، كيف تتعاطي معه؟ هلا أول ما خلقت ابدا ما عبر ولا شيء، جبنا له بريزنس وقلنا له هولي من اختك وكذا، وهي كان كثير عادي يقول لي ماما بيبي بيبي كراي تاتين، ويقول لي شيء كان متقبله عادي. الحكيم هونيك بامريكا سالنا انه عم بغار، قلنا له لا بعد ما في شيء، انه ما كان عنده سيمبتوم ابدا، ما انحر، ما عمل اي، ما كان عنده سايد افكت يعني مثل ما بيقولوا. قال لي انه هو بلكي مفتكرها هلا جاست بالبيت، بس وقتها يكتشف انه هي لا مؤقتة. ايه يعني هي شخص رح يعيش معك يمكن رح تبلش تلعب. بس ما كان مثلا كل ما بدي احملها بده يجي هو يقعد بحرجه، بده يضل ملزق فيه لما كبرت طبعا. يعني شو بيقولوا لما ماما بتغيب عنهم؟ بمستوعبين وين بتروح ماما، شو بتعمل ماما؟ ولما بشوفك على التلفزيون شو ردت هلا فعلا. انزو اكثر لانه 4.5 واعي، وكذا مره اخذته معي على التصوير وبحب يعني. اول مره شافني صار يقول لي مامي اون تي في. في مره عملت داونلود للابلكيشن لليوتيوب على الايفون، قال لي يي ماما اون ايفون هون وقتها شاف. بس بيعرف انه ماما از اكتنج واتورك، بيقول لي اوقات ماما دونت جو ستي هير، ما بحبني بكون غبت وقت. هلا بيتعلقوا فيك كثير لما تكوني بالبيت، بيتعلقوا فيك كثير لما تكوني بالبيت، بضلوا ايه بضلوا حد حوالي لما اذا غبت يومين ثلاثه. بدنا نستفيد من بقيه وقتنا رانيا حتى نحكي شوي عن اخر اعمالك. عم نشوفك حاليا على الام تي في بالمسلسل الكوميدي حبيب ميرا، بدور مختلف تماما عن كل الادوار اللي شفناك فيها سابقا. شو اللي جذبك لهالدور؟
جذبني التحدي فيه. يعني رانيا اللي عم شوفها هلا الحلوه والناعمه اللي كلها انوثه ما خاصه بالدور اللي عم شوفه، يعني شوي مسترجلي اذا صح التعبير. لا مش شوي، كثير يعني. اول ما قريته انقذت شوي، قلت لها الكاتبه انت اكيد انه انا بلعب هيدا الدور. قالت لي رانيا انسي انه انت رانيا وبس فكري بأنا. اول يومين تعذبت شوي فيه، يعني كنا اول يومين عنا تصوير بالمخفر، مخفر الشرطه، كنا انا وزياد، وانا وزياد كنا شغلين بحلو كذبه بس ما كان عنا كثير مشاهد تربطنا سوا، فهيك تعذبنا شوي اول يومين لحتى تعودنا على بعض. لانه خاصه مكتوب بالدور انه بدي ضل انا اخبط فيه لحبيب يعني بالدور، تعذبنا شوي، تعذبت بالمشي لأتعود على المشي وهيك تمشي، طريقة الحكي، طريقة اللبس، طريقة الخصلات يلي عملت لها اياهم لشخصية أنا. وبعدين الحمد لله مش الحال، والأصداء كانت كتير إيجابية وما كان دور اوفر، يعني كان اختيارك بمحله. شفناكي رانيا بعدد من الاعمال من انتاج شركه مروه برودكشنز. المنتج مروان حداد ايمن فيكي وقدمتي عده ادوار مثل ما قلت، حتى كان يعني عقبال ما يامن ويعطيني دور البطوله. ايه هذا كان سؤالي لك، متى رح نشوفك بدور البطوله وكيف علاقتك فيه انت اليوم؟ يعني انا الصراحه ثاقبت انه كل اعمالي تقريبا كانت مع مروه جروب، وطبعا مبسوطه وبشرفني هالشيء لانه كل الاعمال كانت ناجحه، مرتاحه كثير بالتعامل معهم، ومثل ما قلت مثل ما قلت لك ان شاء الله بيامن بيعطيني دور البطوله ان شاء الله. شفناكي كمان بتجربه تقديم البرامج ضمن سلسله الحياه دراما. شو رايك بهالتجربه؟ انا صراحه اصعب من التمثيل لك؟ هلا انا خريجه اعلام اذاعه وتلفزيون، ماني خريجه مسرح. نعم. سو كنت بتمنى من الاساس انه اكون مقدمه برامج او اشتغل بدومين الاعلام، بس ما كان في كثير فرص لحتى اخوض هيدي التجارب. اشتغلت بالاعداد، هيدي التجربه كمان مسيو مروان هو قدم لي اياها وكانت من اسعد التجارب على قلبي. يعني كثير بلاقي حالي ان اسهل كوقت، يعني بتجي على الاستوديو خفيفه نظيفه مرتبه، بتقعد بتصور، ولكن اكيد بتتطلب تحضير وين هو، بس هون شخصيتك انت بتلعب الدور. طبعا بده يكون عندك باك جراوند ثقافه، بيكون عندك المام بكثير مواضيع اجتماعيه. يعني هون الناس عم تتعرف على رانيا عيسى مقدمه البرامج، مش عم بتأدي دور صح منو مش دور هي. مكتوب جيت انت عم يعني عم تجسدي او عم تعطي من المقدم، تفرق بده يكون كثير مثقف المقدم يعني. فبالتمثيل طبعا نتعب اكثر نحن، يعني سمتايمز من الفجر للنجر يمكن ما تصوري. يمكن بعد حبيب ميرا وين رح نشوف رانيا عيسى؟ هلا اوف، هلا هلا رايحه فاكيشن على ايستر على امريكا، وان الله رد بحزيران في مسلسل جديد بنبلش تصويره. نتمنى لك كل التوفيق رانيا. شو معقول يكون ناطرك اليوم بالبيت بعيد الام؟ يعني وصلنا التيكت امبارح على امريكا. لك كبدايه مش عاطله، بس عم تهدي حالك ما عم تهديني. هيدي بدايه كثير حلوه، ان شاء الله بتكون بانتظارك مفاجات كثير حلوه. الله يخلي لك انزو وافي، وان شاء الله اعمال ناجحه بنشوفها لك قريبا. نحن بنقدم لك جست صغيره من عند الدا بيوتي صالون، هيك تهتمي شوي بحالك، تكوني بنضاره كثير حلوه لما توصلي على امريكا، وينعاد عليك. ميرسي كثير، وانا بدي عايدك وبدي عايد كل المشاهدين وكل امات العالم بهالعيد، وان شاء الله الله ما بيحرم حدا من هالنعمه. شكرا لك رانيا واهلا وسهلا فيك. مشاهدينا انا بهالمناسبه رح اختصر كل اللي حابه اقوله بعيد الام بهالقول، انا بآمن من الحب من اول نظره، لانه من وقت ما فتحت عيوني على هالدنيا انا مغرومه بالماما. ينعاد عليكم جميعا، باي باي.